أنه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام على إثر سماء كانت بالحديبية: ألم أتدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال ربكم عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. ألاش كل ما ذكر طمأنينة القلب بذكر الله، ومع طمأنينة القلب بذكر الله تحصين النفس بالمعوذتين، مع قل هو الله أحد مع الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة مع آية الكرسي والدعاء، ولا تذهب يمينا ولا شمالا لواحد تقول أخ بيعالج مش عارف من إيه، ومتخرصون أغلبهم متخرصون، يقول أحدهم أنا ركبك عفريت من نمسا، ده الثاني كان جاي في بلجيكا وقبلك في هولندا، كلام كله خرص وتخبيط وضحك على الناس. وأكثر من ينتشر فيه هذا الأمر النساء لضعفهن وقلة عقولهن وقلة إيمانهن، فينتشر القول أن المرأة معمول لعمل مسحورة، قل من أن تجد في الرجال شيئا كهذا، لكن النساء يسيطر عليهن ذلك، تصدع خلاص يبقى في عفريت مش راضي يطلع، بنت تتأخر عن الزواج لقدر قدره الله، لما البنت معمول لها عمل كل واحد يجي وما يرجعش، طيب الله ما قدر ذلك، الله ما قدر ذلك، والزواج مقدر، لا خلاص ما تمشي واحد وما خرج ولم يتزوج، والولد أظهر انبساطه ساعة الجلسة تكلفا، ده أنت عروس عسل عروس شربات وخرج وما رجعش، خلاص أصبحت إيه؟ إن في عمل، ده كان مبسوط آخر انبساط وهو جالس، إزاي يروح وما يرجعش؟ فمسيطر على النساء هذا النوع من أنواع الأوهام والعياذ بالله.